تعرفون التعاون عالي جدا والتنسيق عالي جدا بين وزارة الداخلية الاتحادية ووزارة الداخلية في الإقليم، والعمل الأمني عمل مشترك، وكما يعلم الجميع الأمن لا يتجزأ إطلاقا، لذلك دائما نعمل بروح الفريق الواحد من أجل خدمة هذا الوطن ومحاصرة وملاحقة الزمر والعصابات الضالة. المتهمين الآن اللي موجودين أمامكم هم تابعين لشبكة محظورة هي البككة. قبل يعني في نهاية عام 2023 وبداية عام 2024 حصل عندنا حريق في محافظة كركوك ل 27 محل و 14 مخزن تقريبا، وبعدها بفترة حصل حريق آخر في محافظة دهوك أيضا في سوق محلي، وبعدها بفترة حصل حريق آخر في محافظة أربيل أيضا لأسواق محلية. بالتالي حرق هذه الأسواق واستهداف المصالح بهذا الشكل العام كان مؤشر على وجود شبكة خطيرة تدير هذا الموضوع. تم تشكيل فريق عمل من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، أشرف على عمل فريق العمل السيد رئيس مجلس وزراء القائد العام للقوات المسلحة مع السيد وزير الداخلية. كانت عملية حرق الأسواق واستهدافها عملية ممنهجة منظمة، بحيث يتم استخدام طريقة لحرق هذه الأسواق صعب كشفها. يقومون بيعني صنع عجينة أو مادة معينة ووضعها أما بعلب حلويات أو باكيتات سجائر أو ما شابه من هذا القبيل، ويلقونها بهذه الأسواق بهذا المكان. طبعا لا تشتعل مباشرة، تأخذ وقت 5 ساعات إلى 6 ساعات وبعدها تشتعل. بالتالي هم سببوا يعني استهداف لاقتصاد كامل في 3 محافظات. فريق العمل يعني في يوم 23/5 بالضبط عام 2024 تمكن من إلقاء القبض على أحد المتهمين، وضبط مجموعة من المواد الكيميائية الموجودة في عجلة هذا المتهم، حللناها، طلعت هذه المواد هي الخلطة والعجينة اللي تستخدم لعملية الحريق وإلقائها في المول أو المكان، وبالتالي يصعب مباشرة كشف الموضوع لأن هذا يحتاج إلى وقت. كانت العملية مدروسة. أيضا ضبطنا أشياء أخرى. الجهة المنفذة والراعية لهذا الموضوع هي منظمة البككة، وهي منظمة محظورة وعندكم معلومات كاملة عن هذا الموضوع. غايتهم من هذا الموضوع ضرب المصالح التجارية لإحدى الدول اللي هم مناوئين إلها بشكل مباشر، وزعزعة الأمن والاستقرار في محافظات كركوك، أربيل، دهوك، وأيضا استهداف محافظة بغداد وغير محافظات في حال صار أكو تنفيذ عليهم أو عمليات. كان عندهم نوايا مستقبلية لاستهداف أماكن معينة أذكرها على سبيل المثال، مثلا استهداف دولتين جارة، واحدة من هذه الدول أعتقد يعني صار عندهم تنفيذ حسب الاعترافات فيها، ويخططون للتنفيذ في دولة جارة أخرى بأعمال مشابهة من هذا القبيل، وحرق محاصيل زراعية وحرق أسواق واستهداف. والغايات من هذا الموضوع هي واضحة لأبعاد تتبع منظمة البيكك المحظورة. الأهداف المستقبلية اللي كانوا يخططون لها طبعا في كركوك مدينة البترول، كانوا يلقبون كركوك بمدينة البترول، استهداف الأسواق الشعبية، الفنادق، الشركات التجارية، جراجات السيارات، خطوط النقل، وأيضا أكو خط نفطي هو جيهان النفطي الرابط بين كركوك وأربيل ودهوك مع دولة تركيا كان من ضمن الأهداف. أيضا كانوا يخططون في حال كان أكو ضغط من الحكومة الاتحادية أو القوات المركزية عليهم استهداف أيضا يعني محال تجارية وأسواق في بغداد، يسمونها المدينة أكبر من الكبيرة، في مدينة الصدر والباب الشرقي والشورجة ومناطق أخرى. أيضا يخططون لاستهداف أماكن في أربيل منها أسواق شعبية، محاصيل زراعية، مناطق سياحية في شقلاوة، واستهداف مصفى النفط، استهداف جراج سيارات، استهداف مول سيروان، استهداف كوتي سلام، واستهداف أحواض، واستهداف خطوط نقل الكهرباء في أربيل. أيضا عندهم في دهوك مجموعة أهداف مشابهة لهذا القبيل وفي زاخو. كانت العملية عملية نوعية، كان المتابعة متابعة دقيقة لأنهم كانوا يستخدمون أسلوب يعني أسلوب مخفي في تنفيذ أعمالهم، لذلك الاستخبارات العراقية والأخوة في الإقليم
بذلوا جهد استثنائي في الوصول إلى هذه الشبكة وإلقاء القبض عليها وتفكيكها.